قصة يرويها مالك وأحمد وغيرهما أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهوا نحو مكة، فلما كانوا بشعب الخرار موضع هذا موضع قريب من الجحفة، اغتسل سهل بن حنيف، وكان سهل بن حنيف رجلا حسن الجلد حسن الجسم، فبينما هو يغتسل مر به عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب، فنظر إليه متجردا يغتسل فأعجبه جدا ما رآه من حسن جلده، وليس ذلك معهودا في بلاد العرب حيث الريح وحيث الجفاف وحيث الشمس، وهذا يحدث خشونة وسودادا في الجلد، فرآه شيئا أعجبه ولا عهد له بمثله في رجل. فقال لما رأى ذلك قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، هذا جلد سهل بن حنيف أفضل من جلد المخبأة المخدرة التي لا تسلط عليها شمس ولا ريح ولا كذا، وسهل بن حنيف أحسن جلدا منها، فما هو إلا أن قال ذلك حتى لوبط بسهل وعك مرض. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يقيم رأسه وما يفيق. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون به أحدا؟ فقالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا وتغيظ عليه وقال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، فسماه قتلا، على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا بركت إذا رأيت ما يعجبك؟ قلت: تبارك الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اغتسل له. قال: فغسل عامر بن ربيعة وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره في قدح، هذاك الماء الذي يغتسل به لا يصب ولا يذهب في الأرض وإنما يجتمع في قدح. قال صلى الله عليه وسلم: ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه على رأسه وعلى ظهره من خلفه، ثم يكفح القدح وراءه. قال: ففعل ذلك بسهل، فقام يمشي مع الناس ليس به شيء. هذا دواء للعين، اعرفوه. من رأى منكم شيئا أعجبه فلا يقتل أخاه وإنما ليبرك، ومن أنساه الشيطان وذكر ربه فقد عرف ما يفعل. نعم.